سلعاوي يمكن في مشهد عجبني جدا، دينا عمرو كابتن الفريق طلعت تستلم الكاس وكان معاها جنه الالفي كابتن فريق 16 سنه، لان هو دوري المرتبط الاثنين شاركوا في الدوري. دينا عمرو ما طلعتش استلمت لوحديها، خدت معاها جنه الالفي. هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي. والبنت اللي جنه بنت من احسن البنات اللي صاعدين في النادي الاهلي بصراحه، نتمنى لها كلنا انها نشوف احسن حاله واحسن، لكن هي عباره عنها تبقى صفقه مربحه جدا 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 للنادي الاهلي والمصري. اللقطه جميله يا كابتن، يعني دينا عمرو وجنى مصطفى يا جنى الالفي تطلعوا يعني يستلموا الكاس سويا. يا ريت يا جماعه حتى تجيبوا لنا اللقطه دي تاني. ده على فكره ده من غير ما حد يقول ده حب. ده الروح اللي بتبقى موجوده في النادي، ان الكبار حاسين التعب اللي تعبوه الفرقه الصغيره عشان توصلوا ان هم يلعبوا ماتش النهائي باريحيه، مفيش ضغط، مفيش اي يعني اي مسؤوليه عليهم. كان تحسين حاصل من خلال برنامجك المحترم. بنعيد انا والكابتن علي شكرنا لفرقه 16 سنه على المجهود اللي هي عملته بصراحه طول الموسم، ولمدربها وجهازها، ونتمنى لهم التوفيق ما هو قادم، وان نشوف منهم ان شاء الله في خلال مده قصيره هما نجوم المستقبل.